رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو الأطفال أكيد. مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من خلال برنامج استديو الأبطال. نمسي عليكم في يوم الأثنين هذه الحلقة الجميلة وردينا الحين لأجواء الدول. ولكن قبل نبلش شنو راح نتكلم عنه لازم نمسي بالخير مشاعل. شلونك مشاعل؟ مساء الورد يا عبد الله. مساء الخير لكل أصدقائنا الحلوين. بلشنا الحلقة حلقة يوم الأثنين. طبعا برا مطر زحمة كبيرة والأجواء حلوة. طبعا أقول لكم دير بالكم على نفسكم وإن شاء الله يا رب توصلون بيوتكم بالسلامة. ليش حسيت إن أنا الحين بالإذاعة قاعد أتكلم؟ إيه دائما الإذاعة. إيه الإذاعة دائما لأن ويا الناس بالسيارة بس ما في إذاعة حق استديو الأبطال ما عليه. ولكن هناك إذاعة للراي الراي اف ام. اتوقع هناك اذاعه للراي غير عن الراي تي في اللي قاعد تشوفونه صوت وصوره من خلال برامج الراي ومن ضمنهم هذا البرنامج الخاص بالاطفال برنامج استديو الابطال الخاص بالاطفال اللي يبون يشاركون ويانا ويتواصلون ويانا. هناك طرق عديده للمشاركه. دائما انا مشاعل نذكر فيها وهم نذكر فيها حق الناس اللي برا. يعني الناس اللي برا يسالوننا شلون نشارك اقول معقوله انا مشاعل اذا بنقولها يعني على اليوم ثلاث اربع مرات تحسبينها بالاسبوع. هم أمس واحد سألني إيش قال لي؟ استديوكم وين؟ قلت له بشوي خلحقني شوي. لا أنا أيضا بعد اليوم في شخص يعني ولي أمر إنه شخص كبير سألني مشاعل أنا ودي إن عيالي عندكم استديو شلون؟ فأنا حسيت إن أنا انصدمت في اللحظة. ولياء الأمور ما ينلامون بس الأطفال. لا المفروض ينلامون. يتابعون يعني إيه؟ تخيل إن ولي أمر يعرفك مثل أنا كبنت يعرفني من غير ميك اب نظارة مو سوي شعري فهذا أكيد متابع عدل يعني. فأقول لكم تون عندنا مبنى الراي بشوي خذون اسم اس سين واحد أو اس وان هذه هي الطريقة. واللي حاب اللي يدق علينا سين او اس عشان واللي بيكون بطل الاسبوع طبعا يوم السبت نحدد بطل الاسبوع يدز لنا اكبر عدد من الاس ام اس هو اللي راح يكون فايز معنا بجائزه مختلفه تماما. ايضا عندنا لعبه صندوق جائزتها بقيمه 45 دينار مقدمه من بروي. صحيح هذه هي طرقنا وهذه هي جوائزنا من خلال برنامج استديو الابطال. تقريبا من قبل فتره إذا نقدر نقول من شهر كنا نتكلم عن الدول العربية. يعني معلومات بسيطة إحنا ما نبي نعقد الأمور ولكن إحنا بنذكر هذه الدولة وين مكانها هذه الدولة شنو علمها وبعض الأماكن أو المعالم سواء كانت سياحية أو أثرية نتكلم عنها. اليوم راح نتوسع وراح نبلش بدول العالم. بداية ليش اخترنا الهند؟ الهند تعتبر إذا قلنا الهند أو جمهورية الهند فهي من عجائب الدنيا. إذا سوينا سيرش بالإنترنت أو بالكتب نبي نطلع معلومات ما راح نخلص من الأماكن اللي موجودة بالهند. ما راح نخلص ولا راح نخلص من عددهم لا من كثرهم ما شاء الله. لا تشوف تدري لما تبي تتكلم على الهند راح تشوف إن في أشياء غريبة وعجيبة عندهم. يمكن عندهم أهما أكثر من 600 أو 800 أنا أذكر المعلومة لهجة ألف لهجة معلومة أكثر من ألف لغة ألف. إيه يعني تخيل مو اللي مثلا يتكلم مثلا يعني شلون لحظة ما أدري شلون أقولها يعني عندنا إحنا شلون في ناس تكلم شيء في ناس تكلم شيء هم لا ما أنا نفس الحكي هم لا لغات إيه يعني لغة مو 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 سبحان مو بالعامية عندهم عادات وتقاليد رهيبة جدا. طبعا هذه المعلومات ما راح تفيد الأطفال يمكن تفيد الكبار أكثر. فعندهم أشياء غريبة فعلا بالهند. اليوم إحنا شوي نبي نبحر حلوة نبحر هذه من خلال الأماكن اللي موجودة في الهند. صحيح هناك أكثر من 1000 لغة موجودة في الهند. صحيح. ولكن هما يعني أكثر لغات 4 أو 5 لغات هما اللي متعارف فيها بالهند. إذا نبي نتكلم عنها خلينا نشوف أول شيء علم الهند وراح نشوف وين موقع الهند بداية. إذا نبي نتكلم عن الهند مثل ما قلت في البداية فهي بلد العجائب وذلك لتنوع الكبير في ثقافتها وحضارتها وعراقتها وأثارها بها الأساطير والتاريخ العريق والكفاح وأحدث شركات حتى التقنية في المعلومات كما يوجد بها إحدى عجائب الدنيا 7 اللي جايلكم فيها بعد شوي. وين موجودة الهند؟ تقع الهند في الجزء الجنوبي من القارة الآسيوية وهي شبه قارة كاملة وتبلغ مساحتها 3,165,000 كيلومتر مربع وتعد أكبر وتعد سابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وتعد الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان من بعد الصين وتحدها باكستان من الشمال الغربي والصين وأفغانستان وبوتان ونيبال من الشمال.
ومينمار وبنغلاديش وخليج البنغال من الشرق وسريلانكا من الجنوب الشرقي عبر مضيق بالك وتش بالك صحيح؟ بالي مو نفس بالك صح اسم المضيق اسمه بالك أنا ورد رسالة مضيق عندهم بالي عندهم بالك مزاجك صد شنو فكر؟ وتشكل جبال الهملايا التي تعد أعلى جبال العالم حدودها الشمالية يعني ترى كبيرة الهند أي وفيها يعني إحنا يمكن 4-5 دول يحدنا من الحدود أو هناك دول قلناها 2 أو 3 لكن الهند من حجمها في أكثر من دولة جارتها من ناحية الموقع الجغرافي. لما نتكلم هذه معلومة بسيطة مثل ما قلناها دردشتنا أنا ومشاعر تعد سكان الهند لتعدد اللغات تمتاز بعدد اللغات وتعد اللغة الهندية هي اللغة الرسمية للبلاد ويتحدث بها أكثر من 40% من سكانها وهناك ما يقرب أكثر من 1000 هذه المعلومة اللي قلتيها أكثر من 1000 لغة يتكلم لغة مو لهجة مو يعني مثلا إذا بقول هذه الطريقة أقولها بهالطريقة لا أكثر من 1000 لغة بس أكثر شيء 40% من سكانهم يتكلمون اللغة الهندية أنا على فكرة خلني أقول لك شغلة مشاعر من لما كنت بالحج وأنا رايح عادي يعني أقدر أقول وأنا رايح حق رمي الجمرات كان يعني عرفتي كان زحمة والكيل الواحد الكيلو كذي خطوات بسيطة تمشين واللي كان بالحج يعني أو راح الحج يعرف هذا الشيء فأنا يمي كان هندي ما أدري هندي هو أتوقع إن هندي فكان يدز ما أدري شو يدز أنا حسالي صاحبنا من الكويت عايش أنا أقوله بابا ليش دز أنت يطالعني يقول شنو بابا شنو اللي قاعد يقول لي يا هذا فانا متعود قاعد اقول اوه قاعد يقولوا لي الحمله يبا شيك هذا ما عايش بالكويت سايق تقول له بابا قاعد اقول ارجع ورا بابا هو مو عارف يقول لي شنو انا اكثر من 1000 لغه فكان استغرب واسكت يعني انه ما عرفت ايش اقول له بصراحه اي طبعا اي دوله تروح لها يعني مو شرط انه مو حتى لو في ناس هني موجودين يمكن ما يفهمون الحكي احنا نقول يتكلمون بلغتهم فاحنا نضطر ان نتكلم معاهم باللغه اللي هم يجدونها طبعا الا الهنديه انا ما اجيد هاللغه ابدا يعني طبعا كيف هي ابوي يتكلم اللغه الهنديه والايرانيه ويتكلم طبعا كويتي اكيد هذا مما لا شك فيه يعني يعني ذات لغات عرفت انا عرفت ان كيساهي مثل سلام اتوقع اي كيساهي دائما كيساهي الحمد لله كذي اي بس ما ادري يعني وايد لغات فيه عندهم اي طبعا ابوي يجد اللهجه الكويتيه وليس اللغه الكويتيه اللهجه الكويتيه وهي اللغه العربيه ما عليه الامطار شويه زايده هالايام ورطوبه بعد ورطوبه صح الجو الرطب ما حد يعاني من الرطوبه غير البنات ليش شعر يصير فلافي اي حتى المكياج ما عليه المهم الواحد على طبيعه كل شيء احلى اي يلا خلينا نبلش الحين عن الاشياء الجميله الموجوده عندنا في الهند الموجوده عندهم في الهند وليس عندنا احنا حصن بورانا كيلا بورانا هو حصن قديم يقام فيه عرض الصوت والضوء الذي يحكي تاريخ الهند القديم وإلى جوار الحصن هناك حديقة حيوانات دلهي والتي تشتهر بنمورها البيضاء وفصائل الطيور النادرة مكان حلو مكان جميل ما توقعت أن هذا في الهند بصراحة لا بصراحة اللي بيروح الهند أيه؟ ما يدري شي يصور أو إذا بيسوي رحلات من أكو ناس يحبون الريلاكس أكو ناس يحبون الرحلات أنا سمعت سريلانكا سريلانكا طبيعه أيه؟ انا من ربعي اللي صوروا وناس وايد من ربعي راحوا سريلانكا طبيعيه اكثر بس الهند معالم فيها اشياء وايد حتى في مدينه اسمها مدينه الملوك المفروض تروحين لها انت كلها ملوك لا مو كلها ملوك اسمها مدينه الملوك ولكن في مدينه الملوك تسمى اجرا هي مدينه الملوك واشهر اثارها المعماريه هو تاج محل الذي يعد من عجائب الدنيا السبع اذا تاج محل هذا هو احدى عجائب الدنيا السبع وايضا من اشهر معالم الهند سلسله جبال الهملايا والتي تعد اكثر الجبال اثاره وروعه في العالم من اهم الاماكن اذا بتروحون احنا نحطها بالتدريج جبال الهملايا ممتازة وصلتوا يعني وأيضا عندنا تاج محل هذا من عجائب الدنيا السبع طبعا أيضا عندنا القلعة الحمراء شنو هي القلعة الحمراء؟ تتميز بحوائطها الحمراء الرخامية المزغرفة بالذهب والمجوهرات في هذا المكان رفع العلم الهندي لأول مرة عندما حصلت الهند على استقلالها في 15/8/1947 ميلادي تضم بداخلها متحف عسكري ومسجد القلعة الحمراء موتا ويرجع تاريخ إنشائه إلى الإمبراطور المغولي اسمه يضيع حتى أنا قريتها ألف مرة أورانجزيب قوليها ما تطلع مرة ثانية قوليها أورانجزيب صح قوليها نفسهم أورانجزيب أهو هذا الرجال الله يرحمه في أواخر القرن السابع عشر وفي الخارج بعض الدكاكين لبيع التذكارات
طبعا عرفنا المعلومه هذا الاسم تحفه. زين تدرين ان بعد هناك اكبر مسجد، مسجد دلهي معروف، مسجد دلهي خلينا نشوفه، مسجد دلهي مع بعض، يعني مسجد جميل ورائع وفي عدد من المصلين اللي بعد شوي راح يقول عنه من خلال المعلومات اللي عندنا. مسجد دلهي هذا هو مسجد دلهي، اكبر مسجد في الهند، وقد انشاه الشاه جيهان في الفتره ما بين عام 1644 و1658، وهو ضخم بكل المقاييس ويمكن استيعاب 25,000 مصلي، ومقام من الحجر الرملي والرخام الابيض به 3 مداخل ومأذنان يصل ارتفاعهما الى 40 متر، ويمكن الصعود لاعلى مأذنة ومشاهدة دلهي كلها. واو، يعني تخيلي اذا انت تبي تشوف العاصمة تقدر تصعد الى المأذن الاخير عشان تشوف مدينة دلهي كاملة يمكن بالارتفاع اللي انت فيه، ويحتوي على مجموعة من الاثار التي ترجع للرسول صلى الله عليه واله وسلم، ومصاحف كتبت على جلد الغزال موجودة في مسجد دلهي. طبعا اللي بيروح الهند لازم يكون مع مرشد سياحي. أيوة اتوقع ايه انه توه هنا ترايبي له واحد يفكر انه يروح الهند على فكره صلي بسياحه. التذكره ما تطلع لك غاليه، فندق ما يطلع لك غالي. من قال لك؟ بلا لا انا سامع ان في فنادق في الهند يروحون لها. لا لا اقصد تذكرتك، تذكرتك تاخذها مع فندق على حسب اللي انت تبيه يناسب ميزانيتك، ممكن يطلع لك شيء بسيط جدا. اي ادبس نفسي مع سايقنا كذي يروح هو يدور غياب. لا هو ما بسياحه، هو شايف انزين بس يعرف الرخيص. اي لا اذا اسره مثلا كبيره حابين يروحون سياحه مثلا ويشوفون اشياء جميله يعني اشياء مميزه ممكن انه يروحون للهند. هم صح صح كلام. تطلع تذكره غاليه. احنا تدري شنو عيبنا؟ احنا تدري شنو عيبنا؟ عيبنا ان متعودين على اكثر من دوله او دول معينه. ان شاء الله احنا نتكاثر فيها. اي بس نتوسع. لا بس الحين انا قاعد اشوف في توسع في دول الحين قاعد يكتشفونها وايد ناس. صح. الشباب يعني يروحون لها. صح. إيه؟ طبعا اخر معلومه عندنا اللي هي متحف غاندي او متحف غاندي. متحف يتكون من دورين يتم عرض متعلقات غاندي به وبعض المواد السمعية والبصرية إضافة للمجلات والوثائق الخاصة به والتي تحدثت عنه. هذا هو متحف غاندي. غاندي أو غاندي مو غاندي، يمكن تكون بالهندي غاندي. لا لا إحنا معروفة، أنا درستها بالفلسفة. صدق؟ غاندي إيه معروف غاندي، يعني هذه الشخصية. غاندي فيلسوف. وايد ناس إيه طبعا فيلسوف، وايد ناس يمكن درسوا عن غاندي، فاللي حاب إنه يزور هذا المتحف ولا طريقة حتى لا طريقة بالوصول حق المتحف، ما أدري شلون صاير الممر، لا طريقة للوصول إلى غاندي. ترى صدقوني المعلومات اللي قلناها 20% إلى 15% من اللي موجود بالهند بس. طبعاً أماكن جميلة ورائعة موجودة بس وين؟ إحنا ما نقدر نتكلم طول الحلقة عن الهند. نتمنى لكم إجازة سعيدة، اللي حاب إنه يخطط من الحين إنه يروح الهند، فإن شاء الله يا رب تروحون وتدزلون لنا بعد صور حلوة. في كثير من الناس أكيد زاروا الهند وانعجبوا بالأشياء اللي موجودة فيها. أصدقاء الحلوين بيكمل حلقتنا معكم، لكن نطرونا من بعد البريك. ردنا وياكم من بعد الفاصل الفقرة الثانية. وايد سولفنا الفقرة الأولى صح، ولكن احنا دائما نبي نتكلم عن معلومات إذا هي نبي نفكر فيها خاصة بالطفل، فاحنا حاب أن نزيد من ثقافة الطفل من ناحية المعلومات العامة عن الدول حوالينا. ما نبي نتكلم عن المعلومات اللي بس احنا نعرفها، لا نبي نتكلم عن الدول اللي حوالينا. تكلمنا عن الهند يا دور الاتصالات الحين بداية أول اتصال مع مشان. Thank you. نقول ألو. ألو. ألو بثينة. ننتقل اتصال عند عبد الله. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. شلونك يا ابو ثينه؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ الله يسلمك. انت شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون الاهل؟ شلون اهل دبي؟ شلون الامارات؟ يلا الحمد لله كلهم بخير. الحمد لله كلهم بخير. احنا عندنا مطر، انتم الامارات عندكم مطر؟ لا بس الجو مغيم. الجو مغيم، اذا الغيم دلاله على شنو؟ سقوط الامطار. ان شاء الله ان شاء الله الله يرزقكم بالامطار يا رب. بثينه تفضلي. نعم. مشاركتك. بوجه تحياتي. تفضلي. وبس قبل كل شيء اقول لك كل عام وانت بخير عبود. وانت بخير وصحه وسلامه. مشكور. اكبر مليون سنه يا رب. الله يسلمك. مشكوره والعمر لكم ان شاء الله. واوجه اكبر تحيه حقك. شكرا. سعول الحلوه وحق كل عشاق جروب عبود وحق امي. عسى الله يحفظكم ويخليكم حق بعض ان شاء الله. بثينة هلا. مضطرين نلعب. مضطرين يا عادي. يلا اوكي خلينا نشوف اللعبه. اعطوها صعبه، اللعبه صعبه دائما تلعب سهل. يلا يلا بثينة ها راح تلعبين اكس او. اوكي عادي ما عليه ما عليه، انا مبدل مكاني، لاحظت مبدل مكاني فصاير فيني جو 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 هذه عرفتوها ما ادري من الزلق.
يلا ناخذ صوت ثاني. الو. الو. ريان. هلا. شلونك ريونه؟ زينه. شو اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ريونه راح تلعبين اكس او ويا بثينه، اوكي؟ اوكي. يلا خلينا نشوف اللعبه مع بعض. بثينه حرف الباء، ريان حرف الراء. يلا. بثينه شوي شوي على بنتنا صغيره ترى. يلا. انا اول. شو؟ انا اول شيء. ايه انت اول شيء. باء. باء خمسة. باء خمسة. راء. راء تسعة. باء. واحد. واحد. يلا ريونة. راء ثلاثة. ثلاثة. بثينة. ستة. ستة. راء. أربعة. سكرت. باء. سبعة. سبعة. باء. راء. شو؟ ثمانية. ثمانية. خلاص سكرنا على بعض. بثينة الجائزة انضمت لمجموعة الجوائز اللي ناطرينك لما تجين كل يوم للجائزة. ألف مبروك. وريونا ايضا ناطرينك انك تسلمين الجائزه مقدمه من البرنامج. شكرا لكم اثنينكم. شكرا للبنات الحلوين. وناخذ اتصال ونقول الو. الو. غرام. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ زينه. غرام شنو مشاركتك؟ بقول شيء حق عبد الله. قولي له يسمعك عبد الله. قولي لي يا غرام اول شيء شلونكم شو اخباركم؟ زينين. من زمان ما ياتونا كويتي وافتخر. المانع خير. قولي المانع خير. المانع خير. يلا ان شاء الله قولي. تفضلي. اقول باسمي وباسم فرقه الكويت وافتخر كلها. ايه؟ حقك كل عام وانت بالف الف خير. وانت بخير. وعقبال 100 سنه. واقول حق اختي هدوله الصغيره كل عام وانت بالف خير ان شاء الله. وانا اقول لها كل عام وهي بالف خير ومشكورين كلكم. باسمك هلا. حطوا لها اغنيه العيد ميلاد ان شاء الله. يلا الحين نجهز اغنيه العيد ميلاد حق منو؟ اسمها شو اسمها اللي قلتي اسمها؟ هديل. هديل حق هديل. يلا عشان نغني مع بعض أغنية العيد ميلاد بعد شوي. أوكي نلعب بالأول. أوكي يلا هيا نلعب. نلعب خلينا نشوف. يلا عتريس معاك. يلا ركبي لي كل بساطة. ثلاثة. ثلاثة. اوكي كملي. واحد. واحد. حلو كملي. اثنين. اثنين. سلام. اخر شيء. ثلاثة. ثلاثة. هم صح. شكرا لك. إذن فزتي بالجائزة. والحين نسمع أغنية العيد ميلاد حق هديل الصغيرة. وينها موجودة يمك ولا قاعد تتابع؟ قاعد تتابع. قاعد تتابع. وينها يمك ولا بعيدة؟ يمي. يلا سلمي عليها وقولي لها كل عام وهي بخير وعقبال العمر كله إن شاء الله. وأكيد هي بينكم مستانسة وفرحانة بالاحتفال بعيد ميلادها. كل عام وهي بخير ومشكورة على اتصالك. وهذه أغنية العيد ميلاد حطينا لكم إياها. باي باي. ناخذ بعد اتصال معانا ونقول الو. الو. جود. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معي؟ شوق. شلون شواقة؟ زينة. شواقة كم عمرك؟ سبعة. العمر كله ان شاء الله. تبي تلعبين توجهي حياتك تغنين؟ ابي العب انت عيد ميلادي. كل عام وانت بخير يعني عيد ميلادك مع عبد الله. اي. يوم واحد. اي. حبايبي كل عام وانتم بخير ونعاد عليكم ان شاء الله يا رب الصحة والعافية. تبي تلعبين يعني؟ ايه ابي اكلم عبد الله. معاك عبد الله. الو. الو. هلا والله كل عام وانتي بخير. وانت بصحة سلامة. امسي وناس ها؟ ايه. بس خلص. بس خلص. اغنية عيد ميلاد. ما غني لي وانا اغني لك بعد. يلا غني. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي هابي بيرثداي. مشكورة. هذه منك لي وهذه اللي نزلت مني لك. مشكورة وكل عام وانت بخير. يعطيك العافية. انت اي مواليد؟
كم عمرك صار؟ 8 8 سنوات ما شاء الله، العمر كله ان شاء الله. مشكوره. تبي العب؟ تبي تلعبين؟ حاضر يلا. شنو تبين تلعبين عشان عيد ميلادنا غير؟ يلا اختاري. عتري سهل، دوري شيء صعب. لا انا ابي اكس او معي. معي مشاعل. مع مشاعل. اوكي يلا يلا شواقه، بعد لحظات راح تكون اللعبه موجوده معانا، وراح تلعبين معانا اللعبه اللي انت تتمنينها عشان عيد ميلادك استثنائيا. راح نخليك تختارين اللعبه اللي انت تبينها عشان ايضا تاخذين معانا جائزه من برنامج دوري الابطال، مثل ما اعطوك اهلك اكيد امس جوائز حلوه، مو جوائز بعد، هدايا. يلا مشاعل وشوق، ميم وشين، راح نشوف الحين اللعبه بعد ثواني مع بعض على الشاشه. يلا شين. شين خمسة. حياتي يلا نقي. أول شيء أنا ميم. ميم واحد. شين خمسة. شين خمسة. أنا ميم أربعة. شين اثنين. شين اثنين. أوكي أنا ميم ثلاثة. شين ثمانية. شين ثمانية. وفازت شواقة، عليك بالعافية يا شواقة، تستاهلين جائزة، وشكرا على اتصالك وتواصلك معنا، وينعاد عليك ان شاء الله يا رب بالصحة والعافية. شكرا لك يا شواقة. ناخذ بعد اتصال. مضاوي. ألو. مضاوي. مرحبا عبد الله، شلونك؟ مرحبتين، انت شلونك؟ تمام، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة، مشكورة يا مضاوي، ما قصرتي، يعطيك العافية. بكلم مشاعل. مضاوي. شلون شعورة؟ الحمد لله بخير، انت شلونك حبيبتي؟ شخبارك؟ الحمد لله تمام. بس انا دقيت اسلم عليكم. حبيبتي بعد عمري، شكرا على تواصلك الدائم يا مضاوي، ثانك يو سو ماتش حبيبتي، ومع الف سلامة. مع السلامة مضاوي. شارك سني ترى كله طايح. صدق؟ شنو شو سوي؟ شوف الله ما يرضى، كان شوف انا غيرت مكانية مكانها ولا شارك اي حد. يلا مصيرك مصيرك نفسي. لا اسم الله عليه يا منية. ماكو الحلو في البرنامج هذا شيء. يلا ناخذ بعد اتصال. والله عايشة. الو. الو عايشة شلونك؟ زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايشة شنو مشاركتك؟ ابي اقني وابي العب. يلا تبي شمال وشمال يصير التنافر. اختاري يا تلعبين يا تغنين. اوكي بغني. يلا تفضلي. غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني، في عيد ميلاده عساها مئة عام، افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني، الليله يا عمري تناديك الاحلام. مشكوره. شكرا لك، يعطيك العافية، مشكورة ما قصرتي حبيبتي، شكرا لك ما قصرتي، هذه برافو منا لك، مشكورة ما قصرتي، والله لو أدري إنك بتغنينها كان لعبتك بعد، بس خلاص يلا تحياتك. أودي تحياتي حق أمي وأبوي. إيه. وحقك أنت ومشاعل. شكرا. وأقول حق مشاعل إني أحبها وايد. بعد عمري تحبك العافية يا حياتي. وحق خالاتي. أوكي. تحية كبيرة لك وتحية كبيرة لكل أصدقاء البرنامج اللي دائما يشاركون معنا واللي ما عندهم فرصة أنهم يشاركون معنا ودائما يتابعونا من خلال الشاشة فقط، مو بس الصغار حتى الكبار اللي يحبونا ويدعونا وين ما كنا، فتحية كبيرة لكم، ربي يحفظكم إن شاء الله والله لا يحرمنا منكم إن شاء الله. هذه كلمات من القلب للقلب أمانة. يوصل إن شاء الله مشاعر. شكرا لك، وأيضا راح نكمل مشاركات واتصالات، ولكن نذكر بما أننا إحنا قاعد يحتفلون وقاعد يغنون أغنية العيد ميلاد، كل بطل أو بطلة قاعدين يتابعونا بيحتفلون يانا في العيد ميلاد كل سبت وخميس في البرنامج إيب كيكتك إيبي كيكتك، عشان نغني مع بعض ونحتفل في العيد ميلاد. أحلى أحلى أنواع كيك اللي أنا كليتها بحياتي، يعني من صغري لما كبرت، يعني واحدة منهم اللي أنت جبت ليها بعيد ميلادي السنة اللي طافت. بالعافية. تدري للحين ما أنسى يعني الكيكة، كانت من أحلى يعني الكيكات اللي جت لي. وأيضا في كيكة جت لي عودة كبيرة كبيرة كبيرة، حتى كانوا شايلينها أربعة ما شاء الله، من كثر ما هي كانت كبيرة، فهذا أيضا من الكيك المميز اللي مر علي في حياتي. أكيد أنا كيكة وأنت كيكة وكلنا كيك. كيكة طيب شعر. اتصال. يلا تفضل. لا تنقد على شعري، يعني شو أسوي؟ يعني لا عالجي عالجي. هذا اسمه أنا أيام نادي الأبطال كان كذي أول أيام.
كنت اطالع كذي ايش هالبشرى عبد الله فالك ما قبلنا ناخذ اتصال احسن. الو السلام عليكم. الو لولو. نعم. ما عندك خلطه توقف تساقط توقف تساقط لولو شاركتك حبيبتي. ابي احط لك اغنيه. تحط لنا أغنية نسمع الأغنية. حط لنا يا كيكة اللي تحبك كيكة. الله ذوق. بس حطيت هالاغنيه خذيتي جائزه تستاهلينها. مشكوره على اتصالك، مشكوره على الاغنيه الرائعه اللي انا احبها واعنيها بكل كلماتها. ثانك يو سو ماتش يا حبيبه قلبي. تحب الاغنيه وايد بصراحه. انا اعشقها. والوعد ان شاء الله هذا رساله حق الكبار اهالي اللي قاعد يتابعونا. الوعد ان شاء الله ان الوعد يكون يوم السبت باذن الله ان شاء الله الكل يروح وراح نصوت للافضل. صحيح. خصوصا احنا مو مشكله، احنا برنامج اطفال ولكن اكيد هناك اولياء امور قاعد يتابعونا، يعني حتى الصغار لازم اذا انت قاعد تقول هو برنامج اطفال فسو اللي طلبه صاحب السمو حق عيالك. بس صحيح. اسمع هذه ده حقك نعيشه وحطه عيالك نعيشه وحطه طبعا. انا وقلبي يا عبد الله مبارك عيد ميلادك وعقبال العمر كله. مشكلتي انسان بس لما انحرف ولا كل حلوين مشكورين وما قصرتوا. شكرا للكنترول على هذه الاغنيه يعطيكم العافيه. عسى الله لا يحرمنا منكم، احنا كلنا اسره واحده، اسره الراي، ودائما النجاح يكون من ناحيه صفاء القلوب. بريك صغير وراح نرجع وياكم من خلال قطوطه وكلوب ان شاء الله من بعد الفاصل. حلوين والحين راح نروح نشوف مع بعض حلقه جديده من قطوطه وكلوب ونرجع لكم مره ثانيه. تابعونا. يشف على بلاعيمه ولسانه وحبه على الصوتيه ويقول كلهم صحي ما فيهم شيء. او عايش فين طمن خلاص ما قام يتحكى. والله عجيبه ما ادري احط له دير. ما الطبيب يقول في حاله نفسيه ما ادري صار فيه. يعني شنو حاله نفسيه؟ يبا حاله نفسيه يعني حاجه ضيقه خلق ولا مخترع ولا شيء مكدر خاطره ولا حزاف ولا ما ادري والله صاير فيه. ما ايش تسوي فيه انت والله؟ ها ايش قصدك؟ يعني أنا يا ننتا مش دي أرجوك أنا أرفض هالالتهاب. أقول بسرور إيش رأيك شو اسمه هذا توديه الطب النفسي يمكن يعالجوني يعرفوا لي. والله ما كله كذي، مع إني أشك إن فيه طبيب نفساني حق الحيوانات لكن يلا. هذا مو ميدان. السلام عليكم دكتور، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. فضل فضل، وين المريض أنت؟ لا يا دكتور، هذا المريض. كلب؟
ايش فيك حجي؟ احنا هني نعالج بشر ما نعالج حيوانات. تكفى دكتور، ترى انا لفيت مستشفيات الديره كلها ماني لاقي لها علاج، الظاهر حاشته ازمه عصبيه. وانت ايش دراك انها حاشته ازمه عصبيه؟ ها والله قطوطه قالت لي انه مكتئب وكله مضايق وكله ضايق خلقه وما ينابح، ما ادري ايش السالفه. تطلع من هي هذه قطوطه؟ بنتك الحلوه ان شاء الله؟ لا يا دكتور، هذه مو بنتي، هذه قطوطه مرتي، هي اللي قالت لي. قول حجي، انت حاسب شيء تعبك؟ شلون نفسيتك يا ترى؟ لا يبا ما فيني شيء، ليش هالسؤال يا دكتور ليش؟ لا سلامتك، بس تسمح لي اسوي لك شويه فحوصات اطمن عليك بس. يا علي يا سراي تعال. لا تخاف لا تخاف. لا دكتور معود، لا لا تروح بذاك الراي، ترى ما فيني شيء وكلبي ما في شيء، برخصتك يبا برخصتك. تمام لا تعالوا دول. لو ادري ايش فيك بس. منو اللي مكدرك؟ منو اللي مأذيك يا يبا؟ ترى انا مستعد اسوي اي شيء بس تردني مثل الاول. الظاهر انه ماكو فايده منك يا كلوب، ما منك فايده كلش، ما خليتني اتهنى فيك. يلا بخيط شوي شوي، روح وراء بس لا يحس فيك. تبغبغت حنوجك، حتى تبغبغت انت، وين طلعت لنا انت؟ خبل انت خبل، مينون مينون يا نيت، مو صاحي. من قايل لك تسوي كذي؟ من قايل لك؟ انا اللي قلته يا بثرو، لاني فكرت ممكن صدمة صوتية تخلي كلوب يرد يتكلم نفس قبل. ها كلوب تقدر تتكلم الحين؟ شنو يبيله مرة ثانية؟ لا يا معود تكفى، اقعد مكانك، اقعد لا تأذينا ولا تخلينا نتحرول نفس كلوب. الو هلا والله، هلا باختي الدعمة، هلا والله بضاعت، شلونك اخبارك؟ اي والله شو نسوي بعد؟ جبتي لي ماركة الحمرة الوردية اللي تحطينها على براتمك؟ يا اختي شوية بفتح براتمي. إيه انت شلونك؟ اقعد يما اقعد. اي وي ابو سرور، من قلب حال كلوب وهو من قلب حاله. اقعد يا اختي سرور، ما يقعد. اي يا اختي شلون؟ من هاو حكوكا؟ دنيا ماما حكوكا. اي ذكرتيني فيها اللي راحت لها، شو اسمها هذه؟ ما ادري شو اسمها. اي زين، خوش خلنا نودي كلوب حقها. اي شلون؟ من هاو هاو سرور سوس، هاو وين راح؟ حسبي الله على ابليسك. عطياته شايبك هني؟ لا ولا حاجة، أنا بس كان عندي هذه زيارة مدنية لأولياء الأمور، بعدين قلت أمر على صاحبتي ماما حكوكة، زمان ما شفتها. تدري حيارتك الليالي حق ماما حكوكة، تدورين سحورة وعمل علشان تدورين الريل، مين تتفركين على الريل؟ إيش الدعوة هذا يا أم سرور؟ أنا ما قلت شذي، أنا بس هذا شاورتها علشان هذا تكتلي فال. يلا يبا يلا أم سرور، خلينا ندش بسرعة، ترى كلوب مستاحش من. يلا يبا يلا. يا حظك يا أم سرور، عندك رجال ملوى هدومه. يا سلام عطياته، هذا اللي ناقص، واقفة يا مريلة تبين الطيحينة، واخرد الفلع طيش بوكس. شاو مش خال طماط مدخول بطاطا محمر. طيبكم هذا معمول لعمل قديم. وي حسرتنا، عمال معمول ليه؟ طفطف واحدة اسمها سودة بودة، ساحرة قلب سانة فرعوني. ايه بس سودة بودة ماتت من زمان. انا اقدر افك العمل هذا. كلوب طلع لسانك الوردي، فتشة اهو اها اطلع. ايه ليش طقينها على لسانه؟ حرام عليك يبا حرام. مو شغلك انت يا الخال، مو شغلك، هذا لازم ياخذ 10 طقات على لسانه، سمعت؟ هذا علاج؟ هذا حطيت كم قطوه هني وتقولين لي علاج؟ يلا يبا مسرور مشينا. زين وفلوسي؟ عطني فلوسي. اي فلوس؟ يلا عذ الفه، يلا لا تخليني ابلغ عنك الحين. يلا حوش لا نقلبه شادل، واخروه حسبي الله عليكم. نار يما حسبي الله عليها، الحمد لله الله طلعنا منها. اي والله لو مو كلوب كان قلبتنا شو هذه هالساحره، بروحنا مو ناقصين. وعليه ما حد كلاها الا ابو خشم كلوب، انطق على لسانه طق. انا لساني يعورني، ابي رندور، انا ابي صيدليه، ابي كرتون سبرينه. يو خلصت وملصت ويت الديايه وعنفصت.
رجعنا مع بعض مثل ما شفنا حلقة من حلقات خطوطة وكلوب. نرجع لأجواء برنامج استديو الأبطال. على السريع كذي نذكر بطرق المشاركة للاتصالات: سين باللغة العربية، أس باللغة الإنجليزية، سين واحدة وأس ون. تواجد الأبطال داخل الاستديو، احتفال بعيد ميلاد كل سبت وخميس من البرنامج. ولا ننسى بعد شوي، علشان أمس وأول أمس ما قرينا تويتر البرنامج، أو أول أمس ما قرينا تويتر البرنامج، فأبطال آت أبطال أندرسكور الراي، هذا هو تويترنا. أكيد بقول شغلة، صادفك مرة وأنت ماشي في أحد الشوارع عند إشارة يكون مسوي لك حارة عشان تلف يمين، الناس هادين مثل هذه حارتين كذي، هذه الإشارة، في حارة مسوين عشان تروح يمين، يقولك الناس يوقفون الشارع كله عشان يدشون بالإشارة يسار. طبيعي هذه يعني، أكيد تصير. يعني شو الواحد شنو يسوي معهم؟ يسوي والله العظيم يعني تحس إنهم مسوين زحمة، يعني مثلاً قاعد يقسمون الشوارع تقسيمة صحيحة قاعد يسوونها، بس ماكو فايدة. الواحد شنو يسوي؟ ما هذه توعية. أنا أعاني من هالمشكلة، كل ما يداوم تصير فيني هالسالفة، يعني ودي أبطل باب السيارة. زين. أنزل أطق على الجامعة أقول سمعت هذا الحار وسوينا هاك شنو؟ زين. يعني ينزل يقول لك ركبي سيارتك يلا تشبت لي. أقول له أوكي أوقف، أدق على 112، هي كم رقم الشرطة؟ إيه. لا كم؟ 112. 112؟ أقول له يلا أوقف. الحين هاش. وأنا منك لا. ديد خلاص كل شيء بالهرم والله. الله يسوي شيء بس إذا طقوني تعالي إن شاء الله. لا دقي على 112. ناخذ اتصال نقول ألو. محمود. ألو. سلام عليكم. سلام عليكم. شلونك محمود؟ الحمد لله. كم عمرك حبيبي؟ 8. العمر كله إن شاء الله. تبي تلعب؟ إيه. حاضر يلا الحين مع بعض نشوف لعبتك على الشاشة. يلا حبيبي شوفها. عتريس يلا ركز في لون شعره وتيشيرته وبنطلونه وحذاءه. يلا محمود لون الشعر اسود. رقم كم؟ 1. 1 صح. تيشيرت 3. صح. البنطلون 2. آخر واحدة لون الحذاء، إذا ما تعرف خلي بابا يساعدك. 2. صح. برافو يا محمود، شطور يا حبيبي، تستاهل الجائزة. شكرا على اتصالك، تحية كبيرة لأسرتك الكريمة. شكرا لك يا محمود، أنت لو كنت عندي بالاتصال شيء ثاني، بس لا خلاص ما دام من عند مشاعل خلاص. بس سلم. محمود الو. هلا حبيبي، الحين موجود انت؟ سلم على ابوك وايد. اوكي زين، قول باكر عندنا مسا حرايس. يلا ناخذ صوت ثاني. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ انوار. انوار عاشت الاسامي. انوار شلونك؟ زينه. شلون المدرسه؟ الحمد لله. الحمد لله. انوار احنا من اول الحلقه قاعد نسولف عن الهند، شفتينا؟ حلوين. ركزي على هذه الصورة، قولي لي شنو هالصورة أو شنو اللي تكلمنا عن هالصورة، هذا وين وشنو؟ أوكي. يلا شطورة. هذا وين؟ اليوم وين قاعد نتكلم عنه؟ اليوم عرضناها وين؟ الهند. الهند حلو. شنو هذا المكان؟ أساعدك، من عجائب الدنيا. هذه إجابة. شنو كانت أو شنو الصورة اللي عرضناها كانت الوحيدة من عجائب الدنيا السبع؟ مدينة. هذا مدينة الملوك. صح والله صح، هي مدينة الملوك، بس هذا المكان شو اسمه؟ المدينة مدينة الملوك، بس موجود داخل مدينة الملوك شنو؟ ما أعرف. تاج محل. تاج لما تروحين المكان تشترين شو اسم المكان؟ تقولين هذا مبطل. شنو هذا المكان؟ محل. محل. يا سلام عجيب شرحي. يلا شكرا لك. تاج محل من عجائب الدنيا سبع، تكلمنا عنها اليوم وعرضنا صورتها. تحياتك. هلا. بكلم شاعر. وياك حبيبي شاعر. انا ملكة البنات. حبيبتي انت عسولة وملكة البنات والقمر، انت حبيبة قلبي. شاعر بقول لك شيء. قولي لي حبيبتي. انت اليوم صايره حلوه وايد. مشكوره حبيبتي، عيونك الحلوه حياتي. شكرا يا قلبي، هذا من ذوقك. شكرا على اتصالك وتواصلك معنا يا ملكه البنات يا عسوله انتي. ملي يلا ناخذ صوت ثاني.
لا ما ناخذ اتصال، نطلع بريك ونرجع لكم. ملكة البنات. ردنا وياكم من بعد الفاصل في الفقرة الأخيرة من برنامج استديو الأبطال. قبل أن نقرأ تويتر، مشاعر عندها كلمة تفضل. أكيد عندي تحية لإنسانة عزيزة جدا على قلبي، دائما تتابع برنامج استديو الأبطال، وأكيد هي بركة أمي مجاسم. تحية كبيرة لك يا الغالية حبيبتي، الله لا يحرمنا منك إن شاء الله، وشكرا على المتابعة الدائمة، دائما تشوف البرنامج وتدعي لنا، فعسانا إن شاء الله يا رب ما ننحرم منك، وأحبك كثر الدنيا كلها، أموت فيك يا أمي مجاسم، لا خلا ولا عدم إن شاء الله يا الغالية. تحية كبيرة حق أم جاسم، يعطيك العافية. خلا على فكرة، الحمد لله الحمد لله، قبل فترة قلت لك ادعي لي، هذه صارت الحمد لله، فضل دعواكم وانتم بركة موجودين في هذه طبعاً. الأرض مشكورة على تواصلك، يعني انت بصراحة دايماً من كثر ما تدعي لنا في أمور يمكن كانت تنكتب لنا مو خير، ولكن انتم اللي موجودين. الله يخلي كل والد ووالدة، قولوا آمين. آمين يا رب. آمين. نذكر بتويتر البرنامج أبطال أندرسكور آت أبطال أندرسكور الراي. بداية خلنا ناخذ من البداية، مرحبا مع كل شروق شمس وغروبها، مرحبا عدد النجوم السماء اللامعة في الأفق، مرحبا حين تتلاطم أمواج البحر ميار إلى مشاعل. شكرا. السلام عليكم يا أحلى مذيعين، وأقول لعبد الله كل عام وأنت بألف خير ومشاعر 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 مو قلنا لكم هاي التكنولوجيا مو لنا، مشاعر طالعة قمر والبرنامج روعة. شكرا جزيلا، كل عام وانت بخير عبود. تحية خاصة إلى أميرة الورد الفائزة في مسابقة جروب برنامج استديو الأبطال من سلمة الشريف بنت السودان. شكرا. السلام عليكم، شلون تشعول؟ أنا أحبك، وجه تحية لتش وفيوزة وجود وبسومة ورهف وحيوتة وهمسة وهمسة وعواطف وفاطمة رشود من سبيتشة بكل حب بكل تفضلي. شكرا. أنا على الانسحاب بصراحة. يلا منو سواني مذيعة؟ شوف 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 شنو ذا زين. السلام عليكم، كيفك شعول؟ عندي وصفة وربي ما توقف، بس تساقط الشعر لا وطول الشعر ومجربة، بس تبي صبر تراني مأمل. دزي تكفون. لا وين دزي انت؟ شنو تبي انت؟ انا بس بنية والله ماكم، سويت كل شيء انا ماكم. لا لا في خلطات زينة. لا يلا يدهن دهن من الهند المولان قاعد كان انتاج محل. السلام عليكم، كيفك شعول؟ انا صديقكم ريان، احب برنامجكم وايد، تحياتي لكم. ثانك يو سو ماتش. تحياتي العطفه وحيوته، بقول لهم طولتوا الغيبه، والفيوزه وخلاص ومنى الله يوفقهم في الامتحانات، وخالتي عبير وشروق وشروقه وريمون من الاء، تحيه كبيره لك شعول. مشكور على كل كلمه قلتيها عني، ما نحرم منك. اوجه تحيه الاحلى خواتي بدنيتي خلاص وبسومه وشجن، اقول لهم مشكورين على اللي سويتوه عشاني، من فيوزه تحيه كبيره لهم اكيد ولك يا حبيبتي. ايضا سام شعول عبود، انا صديقكم، هذا قرينا قبل شيء. لماذا لماذا طريقنا طويل مليء بالاشواك؟ لماذا بين يدي ويديك سرب من الاسلاك؟ لماذا حين اكون انا هنا تكون انت هناك؟ ميار الى مشعل. حبيبتي سلامه قلبك من الاشواك، والحياه حلوه وما تستاهل الواحد يضيق خلقه عليها. استانسي، عيشي حياتك وعيشي شبابك، ومثل ما اقول دائما عبد الله يدري صديقتي دائما تقولي عزي نفسك. صح. ولماذا هذا؟ لان الواحد يعني الطريق اللي فيه الطريق الطريق يا حاج. يلا الو. تركي هلا بالاسم الجميل. هلا تركي، شلونك حبيبي؟ عاشت الاسامي. هلا بحبيبنا، هلا بتركي، شلونك يا تركي؟ الحمد لله. تركي نلعب؟ يلا شوف الفيديو ركز عليه تركي، ها صوت وصوره، صوت اكثر، ركز يلا. Lockdown, eh? What do we do? All right, everybody, stand back. I got this. Never mind. Well, you only get one chance at a first impression. What just happened? Where are we? Turkey! What? ما يقول ها. ايه قول نعم. ايه تركي يمكن السؤالي كان بالصوت صعب شويه، فعشان شيء بسهل لك يا ابيك تقول ثلاث حيوانات مكرم السامع كانوا موجودين بالفيديو. الاسد. الاسد صح. الدب. ما في دب. لا الحمار وحشه. شنو؟ الحمار وحشه. اوكي بعد ساعد بعد ساعدني
في رقبتها طويلة، معروف أن رقبتها طويلة. الزرافة. إجابة صحيحة. إذن الأسد، الحمار الوحشي والزرافة، هذين اللي كانوا موجودين بالفيديو، بالإضافة إلى البطريق وفرس النهر اللي كانوا موجودين من خلال الفيديو اللي عرضناه لقوة الملاحظة. تركي بتقول شيء قبل أن سكرة؟ أبوجه تحياتي. تفضل يلا. حق عبيد ولد عمي. أوكي. دائما توجه حق عبيد، هذا عزيز عليك. بعد. عز الله ومشاعل. يا بعدهم. دائما توجه لهم هذه التحية. تفضل. بعد. ولأمي وأبوي. دائما توجه لهم تحية. شكرا لك يا تركي، وإن شاء الله دوم تتصل علينا. اسمع الكومنتات، انت تحمل الكومنتات صح؟ طبعا انا اتحمل كل شيء. يلا يقول لك ضد الصدمات. السلام عليكم، انا اقصد تساقط شعر شعوله مو عبود، لان عبود اتوقع تساقط موضوعي، يمكن ما له حل. انت كيف ضد الصدمات؟ ما يشغل انت عطيت الجرين لايت. الحمد لله الله خذه وعطى. الله خذه وعطى. الحمد لله على كل حال. يلا السلام عليكم، عزيزكم مريومة. سوري بس مشاعل، يعني لما أشوف مصيبة غيري تكون علي مصيبتي. أي صح، تحية كبيرة حق مخرجنا. أيضا عندنا السلام عليكم، أنا ميعاد من السعودية منورين مشاعل عبد الله، أحب أوجه تحياتي لأمي ولك وعبد الله ومشاعل، ما شاء الله اليوم شعولة نايس، ثانك يو سو ماتش. السلام عليكم، كيفك شعولة؟ أنا أحبك واجد وأتمنى لك التوفيق. أختك أمينة خالد، تحية كبيرة لك يا أمينة حبيبتي مشكورة. يصير أقول السلام عليكم؟ ما حد يقدر تويتاتي ليش؟ حبيبتي كاقة رينا يا عمري. يا مشاعل انت حياتي، عندي اغلى من عيونك، احلى واجمل امنياتي، اطيقها العالم ما اطيقها العالم بدونك، كل من يجهد اهداء لك يا احلى مشاعل قمر الراي من سبيكه، تحيه كبيره لك يا سبيكه. مشاعل ما شاء الله منوره، الله يحفظك والله قمر، اموت فيك، الله يحفظ عائله حقيل ومال الله، الله يخليكم. مشاعل سلمي على اختك ميار، تحيه كبيره لك ميار، شكرا. مساء الخير شعوله، طلتك اليوم كيوت ونايس، خاصه شكلك يوم السبت شيء خيال. سلمى على عبود، تحيات سمر. سمر ما اقدر اقول اي شيء انا البسه، ما اقدر اقول لانه يعتبر دعايه، اذا كانوا سبونسر حقي راح اقول اسمه على، بس اذا مو سبونسر ما اقدر. انا سارون احب شعول وايد، ابي لقب بليز. سارون اوعدك اني اعطيك لقب، بس ذكرني باكر الحين مخي كذي قاعد يلف يلف يلف، فما اتوقع راح يطلع معي لقب جميل يليك فيك حبيبتي. ايضا سلام منوري والحلقه روعه، يعطيكم العافيه، وجه اكبر تحيه لكم والله يوفقكم. من كوكي تحيه يا كوكي، ثانك يو. شكرا حق كل اللي تواصلوا ويانا بتويتر البرنامج وايضا بالاتصالات. ناخذ نكمل اتصالاتنا. الو الو فاطمه، هلا شلونك عبود؟ هلا والله، انت شلونك اخبارك؟ الحمد لله. عرفتي ولا لا؟ ايه، وين القطاعه؟ شلون الوالد؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ سلمي عليه وايد. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. تفضل يا يا فاطمه. كل عام وانت بخير عبود. وانت بخير وصحه وسلامه، مشكوره وما قصرت. بعد مليون سنه. الله يحفظك ان شاء الله، مشكوره يا فطومه. تلعبين ولا تحياتك؟ لا تحيات. يلا قولي يا فطوم. اوجه تحياتي خاصه لك. شكرا. وامي وابوي. شكرا. ويدتي ويدي. وخوالي. ايه. وخالاتي وبنت خالتي. اوكي، واصله تحياتك. نلعب ولا خلاص؟ كيفك. يلا نلعب، اذا انا بكيفي احب العب ولا خلاص. كيفك عادي. يلا نلعب مع بعض بس ويا اتصال ثاني. اوكي فطوم. أوكي. يلا رغد. الو رغوده. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا شلونك عبد الله؟ هلا. ابي اوجه تحياتي. لحظه شويه، ابي اوجه تحياتي. بس اول شيء نلعب مع فطوم. اوكي اكس او، يلا بعدين وجهي، اخذي راحتك. يلا رغد وفاطمة. نعم. يلا على السريع فاطمة، خليك سريعة، اللعبة اللي يكون فيها سرعة يعني تكون فيها فوز وخسارة. يلا فاء خمسة. يلا ار ار راء. يلا رغد. راء سبعة. اي خليك سريعة فاطمة، دورك. فاء واحد. واحد. فاء واحد. راء. راء تسعة. تسعة. فاء ثمانية. ثمانية. راء اثنين. اثنين. فاء شفت شلون توهكت اول شوي. يلا أربعة. أربعة. فاء راء قصدي ستة. ستة. فاء ثلاثة. مع السرعة بس كنتم مركزين ثنتينكم. فاطمة مشكورة وما قصرتي على الكلام الجميل، يعطيك العافية، وإن شاء الله نشوفك في البرنامج كالعادة في استوديو الأبطال، وتحية حق والدك ووالدتك. ونرجع حق رغودة اللي بتقول تحياتها. يلا رغودة قولي تحياتك. أبي أوجه تحياتي حق دانا خالد. إيه.
وابي اوجه حقك. شكرا. وحب مشاعل. ثانك يو. واحبك وايد مشاعل حبيبتي. تحبك العافيه يا بعد عمري. مشكوره ما قصرت يا رغد. يعطيك العافيه. عيوني. نعم. عرفتيني؟ لا حياتي. انا ويجيت من استديو ابطال. حبيبتي تحية كبيرة لك أكيد، وكنت منورتنا أكيد في الحلقة يا رغودة يا حلوة، وشاكرة اتصالك وتواصلك. ذكرينا فيها مشاعر، أبي أتذكرها أنا. والله أنا إذا تقولي أمشي ما أكل ما أذكر. بقول لك شيء، في كومنت جاي لنا من راشد أحمد يقول حدكم على عبود هذا الغالي. الله يحفظك. رد شنو رد؟ شنو؟ إن إحنا قاعد نتغشمر معك. إيه لا والله أنا أدري إنك قاعد تتغشمر وأنا بصراحة. مو يا راشد يا حبيبي مشكور على الفزعة أول شيء، ثاني شيء والله قاعد تغشمرون. لو كانوا قاعد تغشمرون صدقني يا راشد ما هدهم بعد حاتي. خلصت الحلقة. ياخذ حقه وزيادة. نشوفكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت كل الأصدقاء والأبطال، ناطرين مشاركاتكم. مع السلامة. مع السلامة. رن 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 جرسنا. ترانا الحين خلصنا. رن 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 جرسنا. ترانا الحين خلصنا. جاهزين. خليكوا جاهزين جاهزين. خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين. بس مو تلوين لعبوا تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين. بس مو تلوين لعبوا تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين. رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب.